مش هبيع ويضربوا دماغهم في اقرب حته. انا عارفه ان انت مش هتبيع، بس المايه اللي اتقطعت هنعمل فيها ايه؟ لو حكمت هصلح المسوره العموميه على حسابي. والله اخبط على كل الجيران والم منهم واصلح. بس انا برضو خايفه عليك بصراحه. معلش، العمر واحد والرب واحد. يشوفوني ازاي الولاد وانا مش عارف ادافع عن بيتي؟ ما هم الولاد برضو عايزين يبيعوا يعني. معلش صغير، انت بتعملي ايه؟ انا بعجف. لو ده عجين ده. ايوه. عايز تعجن؟ ده هيطلع يعيش؟ والله ما تعرف. ما اعرفش ازاي بس. ده العجين، ده العجين. ايوه. كده بقى. ايوه. الله. الملوخية بالمخرطة يا مختار، والملوخية من غير المخرطة ما تبقاش ملوخية. وأهم تكة في الموضوع وأنت بتطبخها هي الشهبة، هي اللي هتظبط الملوخية. سيبك أنت قمر وأنت بتطبخي. بطل بكش. بكش؟ بطل بكش. اسمعني، مش أنت عاوز تتعلم؟ شوف، لما تطبخ لازم تطبخ كده بحب. الطبيخ مع الحب هيبقى الاكل احلى والاولاد هيحبوه. انا بحبك انت ملوخيه ومن غير ملوخيه. قوم شوف الرز، قوم شوف الرز هيتحرق دلوقتي. بقول لك بحبك. قوم شوف الرز من غير حب دلوقتي. شكله اتحرق. اتحرق يا مسوق، اتحرق. ما طبعا، ما انت قاعد بتتكلم. يا نهار ابيض. أنا لازم أرجع للولاد. اتأخرت. مختار، ما حصلش حاجة. ما حصلش حاجة. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.